الله يعطيكم الصحة. الحمد لله كما كتشوفوا الأمور بالنسبة للغداء جازت على أحسن ما يرام. تبارك الله. كاين المعنى كاين المعنى. خيار على حقه وطريقه متول الناس. تبارك الله وشرفت. أنا رحت مع الجماعة ديالنا وترديت وحل كل سنة زوينة. استتبناها بالغيطة كما شفتوا عاوتاني ضربوا لنا واحد. حق عاود شكرا للطيابة عاود جابوا ذاك الشيء واعاد. قصارة وقباشة. والله إلا صراحة واعرين. الحنفتية شفتها الحنفتية. أنا كنت أسول عام على الجماعة ديالي يعني أنقلب كيف جاتكم يقولوا لي كاين المعنى. قالوا لنا لي سولوا قال لك كاين المعنى. انا صراحه قالوا لي بلا ما نسول بلا ولا قالوا لي زعما قالوا لي هادشي هذايا قال لي بالنسبه للجاج على القرميله جات فيا اللحال سوايا يعملوا داكشي منظم الدراري عاود اللي كيسربي وهذه كانوا عندهم واحد الشغل منظم زين خير ربي كيجيب تيسير الصراحه والناس حاجه كيهلكنا فيها بالنسبه اليوم اليوم دازوا دازوا الغدا ديال الرجال اليوم وغدا غيكون غدا عندنا نهار العيال تعاود غدا عاود عندنا نهار التحار غدا كاين الناس اللي تغدا ولكن عاود الناس العائله عاود تبارك الله راه وحملهم اللي عجبني ولكن الخير موجود حملنا نظام واعر بعد اللي عجبني انا هو مثلا الناس واقف بنت وضع معكم البرامج عندك معروض وجهي يعني يتغدى في الخطر ديالو بالنسبه للكاميرا وداك الشيء كلشي يتغدى في الخطر ديالو يعني شحال الناس كتقول لا انا حقا نمشي عند سعالي للتصوير ما بقى يدور عليه بالكاميرا عمل هذاك الشيء مزيان صور الدراري ما جايين صافي ما نوصلوا لهنا مع الداليه صافي خلي ما يدخل هذه عجبه من حالهم صورت الدراري اللي عندهم مع الكاميرات وكيضحكوا في الاول اللي كانوا هنا جالسين كان واحد التوقع في راسهم ساعة صدق بلان اخر يعني عجبهم الناس كيبقاو على خاطر مرتاح مرتاح شكرا السي رضوان نظم لنا هذيك النهار انا عز جو الساعة انا عز جو الساعة تسولوا فوق الصورة عليا بكري مع السبعة كطلع للسوق يجيب الصفر تريتور رضوان ساعة نخليكم النمرة ديالو وتريتور احمد هذا كارت كورد ديال السي رضوان انا شوف انا بالنسبة للنظام بالنسبة للنظام النظام له دار ما نساوش شكروا الدراري اللي في الفرن كاملين اللي تما نار زعما الله يعطيهم الصحه لا العموميه ولا النساء تبارك الله عليك شوف واحد اللي ما نشكروهش اللي ما نشكروه ما نديوها فيه ما نسوق له شي ما قاتش حاجه ما قامت مجهود صوروها هو فيه شبر عني عزيز الناس شوف محمد تلاقى شوف كيف قايل حد درويش زعما الدرويش شنو يقولوا لهم السميه ديالي مريض مسكين شنو يقولوا لا هذا مال صحاب الطبالي صحاب هذا مال التريتور احلى الليالي احلى الليالي تلقاها محمد وجابهم هو تكلم بهم هو جاب مع واد العموم والله اجوا القبله ديالنا قبل تغدوا دابا نوبه ديالنا اجوا 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 القبله ديالنا هنا حسوا معنا في هذا الفيديو هذه يلاه قلنا بسم الله هذه على البدايه المفاجات بالصح هما اللي باقيين ماجين يا يبان ما اللي مفاجات بصح هما اللي باقيين ماجين فاجاتني انت بواحد الحاجه صوا عجبتني ولكن ما منقولها لا 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 واش تقول هذه حرقه علينا واحد الحاجه زاد واعره الصراحه والله الا زاد في هذه في الحفله هذه صح والله الاسبوع هذا صح بين الاسبوع وي زاد في السبع الحفله الحفله كازات هذا السبع تسعد هذا السعد سعد المسعود المفاجاه شو احنا الاسبوع كبير على ود انا كنعتبره سعد سعد محمد علي لان ما كنتش راك تبارك الله حسبوع بحال ما شاء الله الصراحه انا ملي كنت نتسخر الناس التجار اللي كيقولوا هذا العرس عند العرس وكل شيء وكل شيء وكل شيء يقول العرس وانا براسي بعد الصعد اذا نعرف والله مرحبا بكم للعرس انا نسسوها قول العرس والله خايل اصبر عليا ابتعبت خايل اصبر شوي وخايل اصبر شوي يا عمر حسب الصيفية اصبر عليا شوية هاي يا عزيز عليا وهي العزيزة هي وجبت في العذاري
يا عسيسه متعمي يا متعمي راهي ديك سراشيه وبلك من الصحابة نسيونا 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 وعدموك بس الاعدامات أصرف الغاد شك وبلك من الحبابة نسيونا 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 وعدموك اللي عدمها السحر غير همم الشغف في الحمم السحر غير همم وقد عوم اسمه ينزيونا 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 وحتى مقدسة الإعدام نفعنا بزاف والله الا نفعنا. صباح الخير عليكم المشاهدين ومرحبا بكم معنا في نهار اخر عاوتاني النهار ديال الفرح تبارك الله عاوتاني حنا مستمرين معكم كما كتشوفوا صراحه هاد لاصال والله الا نفعنا بزاف شوفوا تبارك الله شحال الناس شحال كلاو تبارك الله يعني الخير موجود وشحال باقي الديسر شوفوا تبارك الله الصنادق عامرين اللهم بارك باقي الخير والحلويات الحمد لله انا كما قلت لكم في الاول قلت لكم عنجب داك الشيء بالزايد بالزايد يعني الانسان الا جاب الحاجه زايده ما يندمش ولا بقات لك كاين الحال تقدر تفرقها مثلا مع العائله كل واحد يدي شويه تقدر مثلا ضروض المول الحانوت الا بقى بزاف والمشكله هو انك يكون عندك الفرح وتجيب ديك الشيء مثلا قليل او ناقص شويه وتحشم مع الناس ويبقاو لك مثلا واحد خمسه ولا 10 طابلات عامرين بالناس ما كافي لك شي ديك الشيء تما الانسان كيتحشم والحمد لله ربي ميسر لنا الامور في كل شيء صباح الخير شحال خلصت؟ ها؟ ثاني 4 5 6 7 8 هذيك بنت دفعوه لي دابا للطياب انا يحتاج الثومه والعطريه الحمد لله يا ربي كما كتشوفوا دابا دوزنا نهار الدرجال تبارك الله اول حاجه مرحبا بملي جا عندنا كامل تبارك الله اللي عرضنا له كله جا الحمد لله يا ربي يا الحبيب تبارك الله الخزانه بقات عامره والعائله باش جبروا فين يجلسوا الحمد لله تبارك الله مشاو واخا يعني الصندوق يعني تاكلوا منهم ولكن تبارك الله الديسير بقى الديسير مهرق والله يعني هادشي تبارك الله كنا كنعمروا الطبسل صراحه كما شفتوا معنا والله الا الديسير والله ما كيتكل كامل الطبسل الطبسل كياكلوا فيه النص الديسير وكيرجع النص وتحياتنا عاوتاني للدراري العموميه ديال ولاد عمي تبارك الله وعاونونا صراحه وقفوا معنا بالصح ودابا هما جايين عاوتاني لان هذا النهار عاد عاود عندنا عامر تبارك الله لان حتى هما باش ينظموا معنا هذا الشيء عاوتاني ويتعاونوا معنا وتبارك الله باقي شكرا هذا البطيخ شوف البطيخ يا ثاني جي خاين شاورا تشوف تبارك الله راه باقي هذيك هذيك فيها النص وهذه عامره ها هي وهذه فيها النص باقي جوج خناشي تبارك الله هذا البطيخ شوفوا الدلع باقي الخير تبارك الله شوف تبارك الله الدلع شحال باقي حيدو شوف اللهم بارك الدلع شحال باقي تبارك الله باقي الخير ما ندوش على الروينه شوفوا يعني ما يمكنش يعني تحسس عنه والحال هذا الفرح وما عارفين اهم حاجه هي الباب الحاجه اللي كنبقى يعني هيدا انقيه وهكا وصافي وتبارك الله شوف عاوتاني الخبز تصوروا تبارك الله هذا وصف هذه غشبه اللي خايبين
اللهم بارك عاوتاني الخبز هذه وجدنا هذه الله جاب محمد نسيب هذا الصباح عاوتاني من الفران وجدناها للساعة وثاني النهار باش تبقى راطبة غطي ويصل معي شوفوا احنا عندنا خليها شوية ويصل غطي وديك الساعة ترى معاهم شوفوا احنا عندنا التقاليد ديالنا يعني في هيدا ملي كيكون هيدا عندنا شي فرح كاين الخبز كان يعني كنفضقوا العجاين ننزل حومه دابا الصراحة الحرارة بزاف ما غدا ماشي يعني مساكن مع الناس دابا كي اصلا عندهم الصيف بحال دابا الصباح نهار كيمشي يصيف وكيجي يعني مع ليك 12 خصو يجي يعني يدوش ويرتاح يعني هذاك الشيء وتبارك الله 240 خبزة ب 240 درهم ماشي 25 فرنك الطحين اللي كان جاني في هنا كامل جمعت به بالزرع صراحة جات الخبز صحية فيها الزرع فيها خنفيرة فيها الفرن فيها النخالة كل شيء هذا باش تكونوا عارفين هذا الطحين ديالنا اللي تجمع اللي كانوا كيجيو في الهنا كيهنوا ويصل الناس الدوار نسد الدوار كيجيبوا الطحين مخلط مع الزرع في النخلة وكل شيء واعر صحي وشنو احنا استغلينا ذيك الطحين شنو عملنا ما مشيناش شرينا الفورس الدقيق الفورس وعطيناه للفران يتخدم لا طلعنا ذيك الدقيق هذا كما شفتوا معنا خلص ودفعناه للفران باش خرجت لنا هذا الخبز هذه واعره صراحه زعما احسن حاجه زعما اللي دابا تعدلت هنا الناس ديال الدوار دابا اللي عنده شي فرح بلا ما يبقى زعما يعذب راسو يعذب راسو هي يعني بحال كطيح تقريبا كطيح رخيصه دابا حنا البارح مشات 240 خبزه يعني في الغداء 240 درهم صراحه رخيصه ثمن مناسب والخبزه تشوف تبارك الله قداش انت دابا هذه في المدينه شكون غيعطيها لك درهم والله لك ليسه هذا هو الرجوع ديالو مشى طوالو شوفوا يعني ما بقاش بزاف تبارك الله الخبز مشات كامله الرجوع ديال الخبز هو هذا عملنا في الشلاله وخلينا عاوتاني ساعه نقبسوه تبارك الله كاين يعاون لي كل هذا الشيء هذا كلوا هذوك هذوك اللي كيقبسوا هادوك كنزيدو ليهم اياه للدجاج كان يعني كنفزقوهم بالماء كنعطيهم للدجاج كيزردوا عليهم اجي بالنسبه للبنانه ويصل واش الشيء اللي هو اللي باقي لا باقي باقي صندوق عامر وباقي لك صندوق الزرق هذا عاد صندوق ياخذ اذا قال لي ان اللي كان باقي على هذا الشيء هذا غنزيد خصني ضروري نزيد واحد الصندوق لان باش تكونوا عارفين وتبارك الله الله ديسير نشوف صافي راه باقي لتحت هو السفلاني شوف باش تكونوا عارفين المشاهدين واحد القضيه هذا النهار يعني عندنا نهار ديال العيالات اللي هما النساء ولكن النساء راكم عارفين كيكونوا الدوبلي ديال الرجال تبارك الله راه كيجيو حنا عند النساء بزاف لان السيده مثلا كتجي من الدار كتجي مع كاين اللي كتجي مع جوج وليداتها كاين اللي كتجي مع ثلاثه كاين اللي كيجيو خمسه ديال الافراد مثلا من الدار كاين اللي كيجيو اربعه كاين اللي كيجيو ثلاثه تبارك الله يعني الا ضربتي الحساب قلت يكونوا مثلا واحد 15 طابله خصك دوبله خصك تدعم الحساب 30 ولا عملتي الحساب 10 خصك تدعم الحساب 20 ديما دوبل لهذا الحمد لله حنا هذا الشيء واخا يكون شحال ما كان تبارك الله عندنا الحساب ديالنا كافي هنا هذا الشيء باقي الخير موجود تبارك الله انا غنشوف فيه حل عندنا الشك في حاجه واحده عندنا الشك في اللحم الدجاج راه الحمد لله كافي راه كاين راه كاين دابا حضرنا عاوتاني هالنهار 85 دجاجه تبارك الله باش تكونوا عارفين شنو عندنا قلنا لكم عندنا الشك في اللحم واش عندك فيه ولا ما عندك فيهش انا غنشوف دابا مع الطياب غيشوف لنا واش عندك فينا ولا لا الا ما كانتش كافيه ضروري غنزيد حولي ولا جوج غنمشي للسوق غنجيبهم يعني مرايقلين مقطعين ناضين يا سلام صافي يعملوه في الجاملة يطيبوا السكر وشحال خدمنا منه اتاي البارح شحال مشى السكر تبارك الله وباقي الخير هادشي هذا انا والله ما جبت ثور وما جبت حتى باكيه هادشي كامل كيجيبوا عليه الحباب عين الناس الدوار شحال مشى تبارك الله وباقي الخير ها كل واحد وشنو كيجي انا ما عرفتش تبارك شوف دابا السكر باقي مشتت باقي البواكي باقي فضل باقي الخير وهادو والطحين دابا انا ما عرفتش هذا شكون كاين اللي عطاني الفلوس كانت كبيره حنا هذا كنقولوا الحمل يعني ملي كتهز الشكارة ديال السكر والشكارة ديال الطحين راه كيتسمى الحمل حنا عندنا هنا معروف يعني عند الجبالة كاملة ولكن في المنطقة ديالنا خصوصا بني حمل خاص اللي كيكون عنده الفرح وجاب لك شي حاجة ترد له ندير جعان ولكن في استطاعة أن مثلا ميسر عليك الله تقدر ترد له مثلا كثار كثار ايوا الانسان اللي كيكبر بك يجيب لك شي حاجه ضروري في الفرح ما خصكش تمشي بيدك خاوين عندنا حنايا العادات والتقاليد ديالنا ضروري ترد له اما الا كان الحاله ديالك ضعيفه ترد له ديك الحساب اللي جاب لك هو كان مسير عليك الله تقدر دير له الطحين والسكر وتعطيه الفلوس بالصح
هادشي اللي كاين، حنا كنقول لكم اللي كاين، فهمتوا؟ وواحد القضيه دابا شوف، دابا فاش ملي غيقول الاسبوع ان شاء الله ضروري خصنا نجبدوا لك ديك الحصيصه ويعرفوا المشاهدين شحال جمعتي ديال الفلوس. والله ما يبقى لك ريال، باق ما يزال صافي كون هاني. لكن دابا ديك الحصيصه شنو غنعدل بها؟ ماشي سوقك فيه هذيك الحصيصه ديالي. لا 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 شوف شوف خليها عندك. لا والو انا شوف شوف انا والله انا شي حاجه هذا والله انا غير مسؤول عليهم براسك، هذاك رزقك ولدك جابوا لك الناس براسك. انا كيفاش غنعدل؟ انا والو انا والله ما طمع لك في الشريال فيهم صراحة. زيدوا اخويا ما تبعد دابا جبرتونا عندنا منفقه صح كما كتشوفوا كنعدلوا في راسي كزايده بويا وعندها هذا العيبات باش كنشدوها باش كتبقى يعني رطبه شي فقاصه ما كيواليهاش الهواش ما كتنشفش باش كتبقى رطبه دابا السخانه تاع كتجيها انت على شكل وريد مبلغ هكا عزيزه حط اختي وخدامين عاوتاني كيعمروا هنا اسراء وصفاء خدامين كيعاوقوا الكراطن باش نحطوا فيهم الحلوى نعدلو فيهم عيك لينكس القاع ونحطوهم نعمروها بالحلوى راح كيجيو مزيانين هاي لويا فاطمة اختي عوضك لينكس مربع باش البروايدة بحال ولادها كتجي لا صافي يا بنتي عافناي احنا تبارك الله عطاتي ما بعد عاد سكت في الحلوى وعادي وانا وعادي الفقاصه والبنات خدامين اي شدني عوض الكراطون حنا معاونين فقصاتي طواني كلشي تكون شي مناسبات وما يكون شي هي الاولى هي عيشة ديال وردة الصراحة كتفقص كتشهد شغل ماشيين بهم تو والصراحة واه حنا نشوفها الفرق دابا هاد الفقصة هادي حتى كيطيبو الخبز ويطيبو سالي وكلشي كيطيبوها في الفران غير نقولو غير الهافي غير هو كطيب باش ما كتحمرش ما خصهاش تتحمر لا تبارك انا هادي تحمرش كتحمقني الفقاصة ويكون هادي يلاه بصح شي شوية ضربة ليك ليك 4 ايام 5 ايام هيدا وكنقطعها هيدا مشرطة وكيها في الفران أنا كيفاش كتجي مدير من كنحمق قسما بالله واقع كنا كنعدلو في العراسة بالصوابع كراسة من الطريق دابا مينا واحد الساعة ولا جوج عجوز سربايا عاوتاني باش يقدو هاد الطبالي عاوتاني ناضين كلشي ديالو معاود باش يوجدو لنا على ما يجيو الناس السلام عليكم احنا عاوتاني مع السي طارق السي محمد الله يبارك فيك عاوتاني بداو الشغل كما كتشوفوا هنا طلقوا الفاخر اياه باش عاوتاني استعدوا للطيب عاوتاني العشاء عاوتاني هالنهار كاين العشاء كما قلنا لكم عاوتاني النهار العيالات اللحم جابوها باش نعرفوا شنو شحال عيبقى خصنا ولا كافيه ولا باقي ما جابوهاش من ليه لان دينا اللحم بقى بلا طيب ديناها للفريغو المهم كما كتشوفوا محمد مشى ليه الفريغو جاب لنا اللحم شوف اخبارك هذه الرقعه هذه مزيانه على حسن من الميك بزاف اقسم بالله الا هذا من المنادل عندنا ديال العجين صحيح على الميك كيبقى اللحم طبيعي من المنادل هذا عندنا ديال العجين ماشي عندنا مثلا شوف تبارك الله اللحم هذا من المنادل عندنا ديال العجين نقيين مصابنين ملي كنعمل فيه من اللحم شوف هذا بقى بارده وتا هذه صبحت مثلج احب الناس القلعه السراغ انا كنسلموا عليه مرحبا بسلامه انت نسلم عليهم انا نسلم على كامل من طنجه الكويره سلم لنا ابو عرفه 16 ها ها شتي
راه صاحبتي ديالي راه فيني ديال الفرعه ديالي يا صاحبي ديالي مقاشي واحد الكيره البارح شي لعبه البارح بلي ما كتقاتل ربك شي عاود الكيره كانت مرات فيا مع اجي تقلات ما ترسلش ليك ثقيله بلي انا نمشي لك واش ثقيله خفيفه اجي اجي اسمع ثقيله بزاف تنقصوا منها ديك الفوقانيه لا 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 تعوج لا لا تعوج واش تعوج واحد داوز هذه هذه وزابي يدك محمد هز هز هذه اه هز انت ثقيله عرفت تبارك الله شحال باقي اللحم تما لا لا ثقيله ما نهزهاش انا نهز مع 10 ديال هذه اجو مهنه اجو مهنه محمد علي اصبروا المصاخي سير يلا سير الدجاج واجدين اوه الدجاج واجدين طلعوا دابا للسوق تجيبوهم صونيت على ساعي الله اكبر الظهر كتأذن دابا شوف لنا محمد شحال ديال اللحم شحال مثلا شحال تقدر تخرج لنا من طابله هذا اللحم هذا اللي باقى في المجموع ما شاء الله ما كتشوفوا هذه تبارك الله يعني عامره وهذه عاوتاني تبارك الله عامره غنشوفوا شحال تقدر تخرج لنا وشحال خصنا نزيدوا ثم تبارك الله اربعه ديال القوام ديال اللحم برا هنا يعني صافي قال لنا محمد كافي قال لي ما تزيد والو فاي وصلت وفاي اي كيعدلوا الحلوه في الكراطان وفي ديك الشيء كيساوي ديك الحلوه اللي يعطوها للناس انا تما غادي مورا العشاء اه هذه في الفينال الفينال اييه اوه يا سلام أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة واعرة هاك 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 جي الزاز اللوز هاك نعامس انا اخترت لا والله لا واعرة شوف جاتك اللبسة متناسقة الصروة الكحال مع شكيطة بيضة انت اللي خرجه باللحم وانت عايط المره يكون شي حاجه عايط حنا نهزوها هذه الحمد لله هذيك باقا هنا في الفريكو تبارك الله بسم الله اه نزيدوها لا لا قال لي على خلطه مع اخرى اسمعني راه كاين واحد المجلس من العائله ما ياكلش الحمد بقى قسم اللحم بالحولي صافي اذا طيبوها بوحده في القميله اشرف يلا هز يلا هذه من الخلطه هز بعده الصمطة خصك الصمطة انا ما نجيبها لك دو هذا من محمد الطياب البارح كان درجل كان درجل كان جالسة قال لنا الله عليكم العقل والسحر عندنا من شي درجة دنسى نوضت بيده باش نعرف عزيزين عليها العنصر النسوي بزاف خصها تخدم بيده هاتك يجيكم هذا الشيء لا لا ذاك الشيء تبارك الله في المستوى انتم كريطنات فيهم اربعة ديال الحلوى ونشدو فقاصه نعطري مزيده خي هاد الساك فيه بالثومه في لاصال لاصال اجي شوف اختي تبارك الله شوفوا دابا البني وعامر هنا يبقى تقشى خلطه كامله تبارك الله كما كتشوفوا اكاجو واللوز والبيستاش وكاوكاو هنا عاوتاني عمروا عاوتاني شي 15 ولا 17 طابسه اللي معمره تبارك الله شوفوا هنا ما شاء الله عاوتاني لان دابا كما كتعرفوا هذا النهار اللي غيكون للعيالات تبارك الله شوف شحال من طابسي المعمر وهذا كلشي باقي عمر ديال الكراطن الخير موجود هذا كلشي الخير هذا باقي الحمد لله الحمد لله هذا انا داكشي اللي خصني ما خصنيش نقولوا لي على الحاجه تسالي الله الحمد لله تبارك الله الخير باقي حنا ما عملناش بحال الرجال كل حاجه عملناها بوحده حيت نسى خلطنا كلشي خلطتو صافي والله العظيم بالوجه دخلتي الصافيه نسيبه اذكرني حقها كيف انتم لاباس عليكم؟ اسطو لاباس تبارك الله ما جينا راسنا بارك الله الناس الدوار جابوا لنا الباكور جابوا ولاد عمي بنت عمي بنت عمي بنت عمي كنحيوا بنت عمي حفيظه هي كتسمعنا اورابيعه
الله يعطيهم الخير. شكرا لهم بزاف بزاف. شوفوا تبارك الله المشاهدين على باك رجعوا، اللهم بارك. افتح لي افتح لي اختي هذه باش يشوفوا المشاهدين من داخل. شوف 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 ما شاء الله على تعسيلات الباك ورد لي ما تبصح. الله اكبر بسم الله. اي والله يرحم عمي الحبيب الله يرحمه مرات عمي بخير الله يرحمه ويسع عليه. صوروا زيد الكاميرا سلام كل واحد. لا صراحة والله إلا كل شيء كان شكرا كل جمهور عزيز عليهم عزيز عليهم بزاف صراحة. والله إلا مشاهدين ديالنا كامل في نعم خير. اي والله الا قولوا على الخير. الله يكبر الله يكبر بكم الله يوقف معهم. بارك الله فيكم المشاهدين الله يحفظكم. الله يكثر خيركم. الله يودي الله الا كل شيء فرحان معانا. انا الاخ ديالي عبد الخالق يصلي المغرب الله يتقبل تبارك الله. ضربوا لي هنا ما شاء الله عاوتاني على الدراري هما راقلوا الماتريال هنا تبارك الله كما كتشوفوا راقلين الماتريال ديالهم. مرحبا واهلا وسهلا بسي محمد ونهار كبير هذا توحشناه. شكون فيكم عقل السي محمد؟ يلا المشاهدين قولوا لي يلا السي محمد باقي عقل عاوتاني باقي دابا كيقولوا هادي باقي دابا. وشحال الناس دابا كيعاودوا ديك الفيديوهات ديالك قسم بالله خدام شي عرس كيقولوا لي احنا تفرجنا فيك عند وصالو عالي في السبع. تبارك الله عليك اخي محمد صراحه انت هنا السي محمد مشى بعيد تبارك الله وكيخدم كيقول شي محمد المراكشي السبع دقائق باش يجي يمشي عندكم اخي. عرفت وعيت له قال لي اخي علي قال لي واخا يكون مشغول ضروري نحضر معك. عزيز عليه انا صراحه الله يعزك اخي محمد انت عزيز عليا صراحه والله. انا ملي قررت النهار اللي غنعمل فيه الفرح اتصلت فيه قلت له اخي محمد النهار الفلاني قد الشهر اللي كاين واللي كاين. قال لي الله يا اخي علي شحال احنا كنستناوك توحشناك. انا كيف ما كتشوفوا دابا وما كيريقلوا عاوتاني الماتريال ديالهم هنايا. عندي واحد زعوره بحال هادي انا اخي ياك عند عمو 8 شهور دابا. تبارك الله الله يخليها لك اخي محمد. تبارك الله كما غتشوفوا عاد تشوفوا ان شاء الله مع اخي محمد الجديد هذا العام عاوتاني غتشوفوا تبارك الله واعره مبدله الكلاس مع النشاط مع كل شيء مع كل شيء. غنخلي لكم المشاهدين نمره خالد محمد اللي بغى يفرح مرحبا به عيط له ان شاء الله. انتم تشوفوا الخدمه ديالو تبارك الله في المستوى اللي غيجي مع الديار اللي صالوا عالي غيكون عنده بروموسيون. يلا سكو اكثر من هذه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الله يبارك فيك اختي بشرى الله يكبر فيك. مرحبا بك اختي بشرى مساء عليك بخير الله يكمل كل شيء بخير يا ربي امين. مرحبا 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 على الراس والعين. عندك زهر من اللي جبرتي هذا الكادو وتغطاو عليك. مرحبا بكم ساكنه مرحبا بك اميره مرحبا زيدو تقال عليك داكشي راه نزال عليك راه نزال عليك راه هنا والله الا ثقيل ثقيل ثقيل. انا انا قلت كنشوفك تعافر معاك يسحب لي ماشي ثقيل بزاف ساعه هو ثقيل والله الا ثقيل. لاباس عليك لاباس الحال بخير. شوفوا شكون جاي عندي شوفوا كون عقل عليها عقلت عليها عرفتوها مزيان. تبارك الله الكادو ديالك كما كان شوف شو كيعجبني هاو الكادو ديالك عزيز عليا اجي عينتي لاباس عليك توحشت اخي عمو علي بزاف دانا توحشت بزاف. واش كتعاود فين هاد الغيوم؟ الله يبارك سعد كيفاش راك سميت سعد؟ زينه عجباتك؟ الله لا يحمق زينه. تبدلت تبارك الله كبرت على المره اخرى دابا راه قول دابا عام وقيل عام عام تبارك الله. مرحبا بكم ونهار كبير هذا وقبل علينا ياك بعدا قابل علينا قابل عليكم. شوفوا اللي انتم قبلوا عليا اي شوفوا اللي ما كيعرفش ايه على القناه نخلي لكم القناه ديالها باش تدخلوا تتعرفوا على ايه ما شاء الله ايه في الجامع. يلا مرحبا ايه زيد يلا.